السلام عليكم طلاب، راح أشرح اليوم المحاضرة الأولى من محاضرات دكتور علي جابر الوطنية اللي هي التيفويد والباراتيفويد. عندنا إنتريك فيفرز، إذن يصيبن إنتريك يعني قصدهم إنه يصيبن الأمعاء، لذلك إنتريك. فيفرز أوكي، هنا يصيب لك فيفرز تمام. تيفويد إحنا نعرفها إنه أهلنا يقولون عليها إنه هاي بسبب ضربات شمس، إنه ما تطلع لا تطلع بالشمس هذا اليوم لأنه هذا الشمس عالية وتسبب لك تيفويد، وهاي فهو أصلاً ما له علاقة بالشمس ولا يهمها. كل ما في الموضوع إنه هي تسبب درجة حرارة عالية وسخونة، وتكون يعني بسبب بكتيريا تمام، اللي هي السالمونيلا تمام. سالمونيلا تيفي وسالمونيلا بارا تيفي، أيو بنوعهم. هسه نبدأ بها المحاضرة. تيفويد and بارا تيفويد انتريك فيفرز. تيفويد and بارا تيفويد فيفرز which are transmitted by the visal oral route. هذه راح تنتقل التيفويد والبارا تيفويد تمام، اثنيناتهم. يعني تيفويد يعني هي بكتيريا، هي سالمونيلا تيفاي تمام، والبارا تيفويد هي بارا تيفاي أيو بي، هما تين سالمونيلا بارا تيفاي نوعها أيو بي، اثنيناتهم ذن يسبب لك بارا تيفويد. فالتيفويد شنو هي والبارا تيفويد فيفرز؟ هاي السخونة هاي راح تنتقل عن طريق الفيسال أورال روت، يعني راح تنتقل عن طريق فيسال أورال روت، تعرفوا يعني ما أرد أحكي هذا، إنه عن طريق الأورال والفيسال، يعني تمتم في صل شلون ينتقل عن طريق الورم، حاكينا احنا قبل. الانتراك فيفرز ار كاوزد باي انفكشن وذ سالمونيلا تيفاي اند سالمونيلا بارا تيفاي اي او بي. هذا الانتريك فيفرز او الحمى اللي تكون انتريك، يعني شنو يعني بالامعاء، يعني تصير لك امعاء تمام. تسبب سبب شنو؟ وحده اللي اسمها سالمونيلا تيفاي، بكتيريا اسمها شنو هي سالمونيلا تيفاي، هذا سبب تيفويد. والسالمونيلا بارا تيفاي نوع اي او بي، ذن يسبب لك بارا تيفويد تمام. after a few days of bacteremia، يعني بعد ايام قليله من البكتيريميا يسبب لك انه بعد ما يصيب لك الدم، هاي اسمها بكتيريميا، بكتيريا يعني تسبب لك الدم. the bacilli localize minorly in the lymphoid tissue of the small intestine resulting in typical lesion in the beard patch and follicles. هنا هذا الباسيلاي، يعني هي تعتبر باسيلاي طبعا تيفويد، شكلها باسيلاي، من نوع الباسيلاي. باسيلاي لوكاليز يعني شنو؟ يعني راح تتحدد موقعها وين يصير، راح يصير بالليمف نود مال بالليمفويد تشو اللي صاير بالسمال انتيستين. سمال انتيستين مو بيها ليمف نود او ليمف تشو، هذا الليمفويد تشو راح تصير بيه الباسيلاي هذه، او راح تصير بيه هذا السالمونيلا تمام. بالتالي ايش راح تسوي لك؟ راح تنتج لك ليجن يصير بالبير سباتش وبالفوليكلز تمام. راح يصير ليجن بالبير باتش والفولكلز، هي البير باتش اللي هذني هنا ذني الليمفويد تيشو يصيحوا له بير باتش، بيرز باتش هذا بالسمال انتستين، الليمفويد تيشو بالسمال انتستين يصيحوا له بيرز باتش، والفولكلز هم ما تعرفوها تمام. فذني شنو راح يصير بيهن ليجن؟ ليش؟ لان هذا البازيلاي او هذا السالمونيلا راح تصيب لك الليمفويد تيشو اللي صاير بالسمال انتستين. This is all at first، يعني من البدايه هذا البيرز باتش والفوليكلز شبيها راح سول تنتفخ بالبدايه، then alkylated and usually healed. وبعدين راح يصير بيها الكريتيد، يعني راح تتقرح تمام. after clinical recovery about 5% of patients become chronic caries، يعني بعد ما هو يعالجوه، يعني سريريا بعد ما يعالجوه اكو من عندهم 95% اوكي يشافون وها هي، اكو من عندهم 5% ذولا راح يكونون حاملين لهذا السالمونيلا، يعني ما يظهر عليهم اعراض، تروح الاعراض بس راح يبقون حاملين لها، يصيحون لهم كارز. كرونيك كارز يعني حاملون لها، ممكن يكون السنوات او جزء طول العمر ما اعرف، يعني بس هو كرونيك كاريز. شنو ذولا؟ راح ينقلوها لغير واحد، يعني ذولا اللي يكون كاريز يعني يحملون هذه السالمونيلا بس ما تظهر عليهم اعراض بعد العلاج، يعني يكونون حاملين لها، فراح ينقلوها لناس ثانيين تمام. عن طريق شنو؟ عن طريق يصير من تطلع عن طريق الاستول تمام. فذا بازيلاي ماي لاي ماي ليف ان ذا جال بلادر فور مانس اور ييرز، ان البازيلاي راح تبقى لك في الجال بلادر، تقول لك ان البازيلاي او هذا السالمونيلا راح تبقى لك في الجال بلادر لمده اشهر او سنوات. اند باس انترمنتلي ان ذا ستول، راح تمر لك خلال الاستول اند ليس كمانلي ان ذا يورين. هذا البازيلاي مثل ما قلت لكم انه راح شلون يصير حامل لها الانسان بعد ما عالجوه، بعد ما عالجوه ظل حامل لها لان هي صابت لك القلب، طبعا هي هنا راح تنتقل لك القلب، راح تنتقل
السبلين هماتين وحتى الليفر هما تنتقل له. فيعني راح يسبب لك مشاكل بالقلب بلادر وبالسبلين. هسه راح نحكي عليهم. فهسه الكارير 5% من ذول الكارير شو راح يصيرون؟ راح تجي تركز الباسيلاي مالتهم بالقلب بلادر، تمام؟ عن طريق القلب بلادر راح يصيرون ينقلوا لك هذا المرض. شلون؟ عن طريق القلب بلادر راح تطلع هذه، طبعا راح يحملها لمدة سنوات او اشهر، راح تطلع هذه عن طريق الستول او بنسبة قليلة راح تطلع لك باليورين، نسبة قليلة يعني باليورين. هذا الجدول مهم فوق ما تتصورون، يعني هو جدول كلش كلش ركز عليه الدكتور. قال انه هماتين يعني دائما الدكاتره يسالون بي بالسريري، يعني هذه الامتحان السريع احنا نعرف انه يعني مو بس نعطي هيستوري، هماتين يسالون بالمواضيع اللي ناخذهن بالنظري. فهذا الموضوع كلش مهم، هماتين ممكن يجي ام سي كيو جدول ثاني. ماشي بون زين. فذا كلينيكال فيتشرز اوف تيفويد فيفر، هسه راح ناخذ شنو هذني الكلينيكال فيتشرز، يعني الصفات اللي انت تشوفها بالمريض اللي عنده تيفويد من يجيك اول اسبوع. ايش راح تشوف عنده؟ شلون راح تشخص انه من انت شفت ان الصفات راح تقول اي هذا تيفويد، يعني مو غير شيء هذا تيفويد، مو براسلا، مو غير شيء. اند اوف فيرست ويك، كما نهايه هذا اول اسبوع شنو راح تشوف؟ اكو اشياء مميزه. بالاسبوع الثاني شنو راح تشوف؟ فاول فيرست ويك ايش راح تشوف؟ فيفر، اوكي هاي منتهين بها فيفر. الهيدك راح يصير عندها صداع. ميلاجيا هذه يعني بالعضلات يصير ضعف. بعد شنو عندي؟ ريلاتيف براديكارديا، هذه الريلاتيف براديكارديا يعني ما تخيل وش كثر مهمه هي هذه، يعني اللي تحدد لي السالفه انه هذا الريلاتيف براديكارديا شنو. يعني ما تكتب بس براديكارديا، لا تكتب ريلاتيف براديكارديا. عاده بالطبيعي يعني اذا ارتفع درجه حراره الانسان درجه سيليزيا واحده، يعني مثلا هو 37.4، اذا صار 38.4 سيليزيا لازم البلد الهيرت ريت معدل نبض القلب لازم يزداد 10 درجات. يعني اذا ازداد درجه حرارتك درجه واحده الهيرت ريت راح يزداد 10 بداله، تمام؟ فيعني اذا هو كان مثلا 70 راح يصير 80، هذا زادت درجة واحدة. بينما بهذا الريلاتيف براديكارديا راح يزيد زيادة كلش قليلة، يعني هنا صار عنده فيفر، صار عنده سخونة وزادت درجة حرارته، زادت ممكن تكون درجة ونص، يعني ممكن مو بس صار لك 98.4، ممكن يكون صار لك 98، ممكن مو بس صار لك 38.4، ممكن صار 39 سيليزية. 39 سيليزية ويكون زاد لك من 70 بس 5، يعني صار 75، تمام؟ فهذا شنو يعني؟ يعني ريلاتيف، يعني شوي هنا زادت البراديكارديا بينما هي المفروض تزداد ترى هواي. مو شوي هنا زادت البراديكارديا، المفروض يعني تزداد يعني الهيرت ريت يزداد اكثر، فالمفروض يصير تاكي كارديا، يعني يزداد الهيرت ريت ويصير يصير 85 80. فبس هو شنو زاد لك شويه، فمن زاد شويه هذا يعتبروه براديكارديا، يعتبروه انه هو نقصان بالنسبه للحالات الطبيعيه، لان الحال الطبيعي المفروض يكون اكثر، تمام؟ فشنو يسموه؟ يسموه ريلاتيف براديكارديا، تمام؟ هو مو جوا النورمال، هو فوق النورمال. اذا ما عندك سخونه انت مو تكون 70، هو لا اذا عندك سخونه هنا راح يصير 75 بس في هذه حالات التيفويد، تمام؟ بينما اذا حاله سخونه طبيعيه وزادت عندك يعني بغير تيفويد او بغير بكتيريا صار عندك فيفر، فهذا راح تزيد كلش، راح يعني راح تصير تقريبا 85 87 هيجي، تمام؟ فهي هاي الريلاتيف براديكارديا انه زياده بس تكون مو طبيعيه، يعني زياده قليله والا هي المفروض تكون اكثر. الكونستيبيشن همات الكونستيبيشن راح يصير بالادولت بالكبار، والدياريا والفوميتنج راح يصير بالتشيلدرن، تمام؟ فاول اسبوع اذا هو كبير اذا هو ادولت راح اشوف عنده، راح اشوف عنده فيفر وهيدك وميلاجيا وريلاتيف براديكارديا وكونستيبيشن. اذا هو تشيلدرن طفل ايش راح تشوف عنده؟ راح تشوف عنده فيفر وهيدك وميلاجيا وريلاتيف براديكارديا وشنو والدياريا فوميتنج، تمام؟ كونستيبيشن ما تذكرها بالاطفال والدياريا ما تذكرها بالكبار. وامشي بهذا الفيرست ويك شو تذكر؟ تذكر ريلاتيف براديكارديا. اند اوف فيرست ويك، الاند نهايه الفيرست ويك يعني نهايه الاسبوع الاول ايش راح اشوف؟ راح اشوف روز سبوتس اون ترانك وسبلونا مينجالي وكاو. روز سبوتس اون ترانك هذه طفح جلدي راح يصير على البطن وعلى الظهر.
يعني شلون بقع حمر هيك تصير، بس هي مو حمر، تكون ورديه فاتحه. اي تكون ورديه الورديه هذه، شلون هيك بقع ورديه راح تكون على البطن وعلى الظهر، و اكثر شيء يعني اون ترانك، يعني هي هاي بالترانك بجد راح يصير. راح يصير هم تنويع سبلينوميغالي. السبلينوميغالي هذه راح انه يتضخم السبلين، طحال هنا راح يتضخم، تمام؟ ليش؟ لانه السبلين السبلين احنا نعرفه انه هو يجي الليمف نود، تمام؟ فهذا الليمف نود اللي احنا عندنا مال ميزانتريك ليمف نود، الميزانتريك ليمف نود راح تجي توصل له. احنا عندنا هذه البكتيريا السالمونيلا او الباسيلاي راح تصيب لك من هي الليمف نود اللي بالانتستين، تمام؟ ف او الليمفويد تشوف، فهذا او البيرز باتش تريد سميها انتقلت من البيرز باتش هذه السالمونيلا عن طريق الليمف نود وراحت للسبلين. فايش راح يصير؟ راح يصير سبلينوميغالي وراح يتضخم السبلين، وراح تقدر حتى تحسسه يعني تسوي له بالفيشن، تمام؟ راح يصير هما تنتقل وياه كاو كاف اللي هو سعال وابدومينال ديستنشن يعني انتفاخ بالبطن ودي عاليه، تمام؟ فكونستيبيشن ما راح تذكرها هنا، انا كونستيبيشن كانت بالاسبوع الاول، نهايه الاسبوع الاول راح تشوف عندنا دياري حتى لو كان ادولت، تمام؟ فشنو راح تشوف بالاند اوف فيرست ويك؟ اذا سالك عنها دكتور قال لك انه انت فرضا جاك المريض هسه ابنها اند اوف فيرست ويك، شنو راح تشوف عنده؟ تقول له يابا راح اشوف، راح اشوف عنده روس سبوتس اون ترانك، سيبونوميغالي، كاو كاف، كفو ابدومينال ديستنشن ودياريا. طبعا دياريا بالنسبه للكبار او صغار هنا بهيج، تمام؟ الاند اوف تويند ويك نهايه الاسبوع الثاني تقريبا، يعني 7 الى 10 ايام يمكن، ما ادري او اكثر. زين هسه نهايه الاسبوع الثاني ايش راح تشوف؟ راح تشوف ديليريوم، و ديليريوم هذا يكون هذيان يعني يقوم يحكي شي هلوس هلوسه، والكومبليكيشنز يعني راح يظهر عليه مضاعفات، وبعدين راح يصير عنده كوما، كوما اللي هي يدخل بغيبوبه وديث بالنهايه راح يصير اذا ما عالجته، اذا ما عالجته اكيد راح يدي لك اذا ديث، تمام؟ فراح يصير عنده هلوسه ومضاعفات وغيبوبه، راح يدخل بغيبوبه بالتالي يسبب لك ديث اذا ما عالجته. هذا من نهايه الاسبوع الثاني. Clinical features of typhoid fevers. Typhoid fevers. شنو هي clinical features؟ هنا بس هنلاقي نحكي عنها من ساعة. لأن راح نعيدهن هنا. The incubation period is about 10 إلى 14 days. هذا incubation period يعني الفترة يعني بعد ما أصبتها من 10 إلى 14 شيء. هذا incubation period. يعني بعد ما تنصاب الفترة من 10 إلى 14. Days and the onset may be in stas, the temperature rises in stimulator fashion for 4 إلى 5 أيام with malaysia. هنا أنا دي قلك الستيبلادر هذا الستيبلادر يعني قصده أنه درجة حرارة ترتفع شوية شوية، يعني باليوم الثاني شوية هنا درجة حرارة يعني فيفر خفيفة، باليوم الثالث شوية زادت، باليوم الرابع زادت، في هذا الستيبلادر يعني شوية شوية تزيد مع مرور الأيام، تمام؟ بيقولك أنه هذا فور من 4 إلى 5 days with malaise، يعني ملايس انه شلون يجي تعب وهذه ارهاق. يعني كريزك هيدك راح يزداد عند الهيدك الصداع، ودراونلس دراونلس اللي هو نعاس راح يصير عنده، اند اتشينج ان لمس ان ذا لمس راح يصير عنده الم بالاطراف. اذا هسه من هذه الايام ايش راح يصير عنده؟ تمبرتشر اللي هي ستيبلادر فيجن من 4 الى 5 دايز وذ شنو؟ وذ ملايس انكريزنج هيدك ودراونلس اند اتشينج ان ذا لمس دراونس نعاس وراح يساعد دائم بالأطراف. بالتشيلدرن الدياريا and vomiting may be prominent early in the illness. بالأطفال راح تلقى عندهم دياريا vomiting أكثر شيء prominent، يعني يكون بارز بهذا المرض، يعني يكون بارز بهذا المرض بشكل وقت متقدم، يعني تمام early يعني وقت متقدم. The pulse is often slower than what be expected، يعني بس هنا النبض راح يكون أقل من المطلوب، تمام؟ أقل من المطلوب. Be expected from the height of the temperature relative bradycardia، يعني هي هذا relative bradycardia، تمام؟ إحنا قلنا إنه relative bradycardia حجتها ما راح أرجع عيدها وهاي أسقل. At the end of the first week، بنهاية الأسبوع الأول، rash may appear on the upper abdomen. نهاية الأسبوع الأول، تمام؟ راح يصير إحنا نعرف إنه الرش اللي هي طفح راح تشوفها بالأبر أبدومن، يعني بالأبر أبدومن بالبطن من فوق، يعني هي عبارة عن يعني بقع حمر هيك ألوان شان هيك
تكون وردية and on the back as asparagus يعني راح تكون هيك منتشرة هيك متوزعة على الباك وعلى الابدومن slightly raised يعني شوية هيك تعطيك لون شون الروز هاي red spots rose red spots which fade on brighter تمام it is usually visible only on white skin يعني يكون عادة إنه تشوفها بالwhite skin يعني بالجلد اللي يكون أبيض يعني بالناس اللي يكونون بيض تشوفها مبينة بيهم أكثر من السمر إذا واحد أسمر كلش أصلا ما راح تبين دي تمام cow and epistaxis occur راح يصير عنده cow epistaxis around the 7th إلى 10 يعني من 7 الى 10 ايام day the sibling become bulbable هنا السيبلين احنا مو قلنا انه بنهاية الاسبوع الاول من انتهاء الاسبوع الاول من 7 الى 10 ايام هم يعني هنا حدديها قال انه راح يصير عنده سيبلين راح يصير بلببل يعني شنو سيبلينومي قال لي تمام constipation is then succeeded by diarrhea and abdominal distension وهذا الكونستيبيشن بعدين راح تتبدل انه بنهاية الاسبوع الاول من 7 الى 10 ايام ما راح القى constipation راح القى شنو هو راح ألقى يصير عنده دياريا وأبدأ من الاستنشن يعني حصير عنده دياريا وانتفاخ بالبطن وذ تندرنس تندرنس يعني هي هذه تعرفوها زين برونكايتس هي هذه التهاب يصير بالبرونكال and delirium may develop والدليريوم هما يمكن يتطور if untreated by the end of the 2 week the patients may be profundial يعني عادي يمكن إنه ما عالجت أكيد راح يزداد المرض ممكن يسبب لك ديث همات الباراتيفويد فيفر هذا الباراتيفويد فيفر the course tend to be shorter هذا الكورس يميل انه يكون اقصر يعني او مصدر او يعني متوسط هيك يعني من التيفويد فيفر مو مثله يعني يكون اعراضه اقل من عنده تمام and the onset is often more abrupt with acute enteritis هذا الonset ممكن تكون اكثر سرعه من الacute enteritis يعني شلون راح يصير انا اقول لك راح يصير يعني راسا يصير انتيرايتس راسا يصير التهاب بالانتيست تظهر عليه اعراض بسرعه تمام لذلك يقول often more abrupt with acute enteritis يعني الانست اسرع ما تو بعد شنو راح اشوف الرش اللي هي هذا الطفح الجلدي راح يكون عليه اكثر يعني هو اوكي بالريتيف بادي كارديا يعني سوالف الثانيه الدياريا وهاي كل الاعراض راح تكون اقل واخف من شورتر مالدي انا مالدر من التيفويد فيفر اقل من التيفويد فيفر ما عدا انه هو شنو انه هو يكون اسرع يعني يكون اكيوت انترايتس يكون اسرع من ذاك يعني بوقت اقصر من عنده وراح يظهر عليه شنو الرش راح تكون او الطفح الجلدي راح يظهر عليه اكثر ذن النقطتين تمام الطفح الجلدي راح يظهر عليه اكثر هذا intestinal complications least frequent والintestinal complications مضاعفات مال intestine راح تكون أقل frequent يعني الدياريا راح تكون أقل إذا كانت constipation تكون أقل وبس هيجي إذن هسا عندنا investigations مالاته يقول the first week the diagnosis may be difficult because in this invasive stage إنه وبالأسبوع الأول إنه تشخيص مالته ممكن يكون صعب لأنه أصلا ما راح تلقاها بالستول هذه ف in this invasive stage يعني هذه المرحله هي بعدها تتهاجمها استوها بعدها هذه المرحله تتهاجم لك الامعاء تمام with bacteremia the symptoms are those of generalized infection يعني عاده انه اعراض راح تظهر generalized يعني infection generalized يعني general لكل الجسم يعني راح تشوف مثلا الفيبر وذن السوالف مالتهن بعد منين قلنا عليها relative bradycardia بعد منو إيواي constipation بالنسبة إذا adult و vomiting و diarrhea إذا كانوا children فهذن يعني الأمور اللي يشوفن بها بالأسبوع الأول بس ما راح تقدر تشخصها يعني مختبرية white blood ها white blood count may be helpful بس ممكن إنه يساعدك عدد خلايا الدم البيض إنه شنو إنه تكون أقل ليكوبينيا تمام راح تشوفها قليلة white blood count may be helpful as there is typically a leukopenia تمام blood culture is the most important اكثر شيء راح تكون انه تسوي له blood culture هذا most important diagnostic method يعني اكثر شيء مهمه راح هي blood culture the feces will contain the organisms more frequently during the 2nd and 3rd week انه بالاسبوع الثاني والثالث يلا يطلع بالفيسز هذا السالمونيلا
أو الباسيلاي تمام بالأسبوع الأول ما راح تشوفها من الصعوبة إنه تشخصها بالستول، أو تقدرها ما تستخدم إلا شنو بلاد كالتشر. الوايت بلاد إيش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها ليكوبينيا إنه تقل عددها. بعد شنو عندنا الكومليكيشنز المضاعفات مالتها شنو راح يصير لك؟ البول بروليفريشن يعني هي مو راح تصيب لك تهاجم لك البير باتش والفوليكولز، فبالتالي كده راح تسبب لك بيرفوريشن يعني ثقب راح يسبب لك تمام. يعني شلون يصير بيها الكر تقرح، فاحنا نعرف ان الكر نهايته ان يصير ثقب اذا ما تعالج. بعد شنو الهيمورهيج راح ممكن انه نزيف يصير من الامعاء يعني اي نزيف. وبعد شنو عنده سبيتسيميا فوكاي راح يكون يعني شنو البون اند جوينت انفكشن، راح يصير بالبون اند جوينت انفكشنز راح يصير هماتين انه ممكن يروح يعني المنينجايتس يسبب لك بالمنينجيس يسبب لك منينجايتس، ممكن الكيلو الكولي سيستايتس يعني شنو يعني هذا الانفكشن او هذا السالمونيلا ممكن انه مالتها التفرز السم او ممكن هي تنتشر لك عن طريق هذا الليف نود او عن طريق الدم راح تنتشر لك الى البون ولا الجوينت تسبب به انفكشن، راح تنتشر لك الى المنجيس تسبب به المنينجايتس، او تنتشر لك القلب بدر والله هاي منتهي منها القلب بدر لازم هي تروح لها فشنو تسبب لك بها كوليوسيستايتس. بعد شنو عندنا توكسيك فينومينيا مايوكاردايتس. إنه توكسيك بنمنية الظاهرة مالت السمية إيش راح تسبب؟ راح تسبب مايوكاردايتس ونيفراتس إنه التهاب عضلة القلب والتهاب بالكلى. الكرونيك دياريا كرونيك كارج بيرسستنت قلب بدر كارج أكثر شيء الكرونيك كارج، إحنا ممكن نكون ناس يظلون حاملين إلها يعتبرهم كرونيك ويصيبون ناس آخرين، هذه يصحوا لها بيرسستنت قلب بدر كارج يعني أكثر شيء وين يحملوها بالقلب بدر. المانجمنت والبريفنتيشن تمام، هسه راح نحكي عن المانجمنت مالته. العلاج يعني اللي استخدمه ديره شلون والوقايه من عندها منع شلون تمام. راح استخدم انتي بايوتيك ثيرابي ماست بي جودد باي ان فيترو سنسيتيفيتي تيستينج، يعني راح اخذ تيستينج اسوي تيستينج مال حساسيه اعطي انتي بايوتيك واشوف يابا انه هذا الشيء عنده حساسيه من عنده، اذا عنده حساسيه من عنده مثلا اعرف انه انطيه او لا. شنو عندك هسه الكلورو ميفينيكول هذا اعطيه اياه 500 ملغ كل 6 ساعات، كل 6 ساعات راح ياخذ 500 ملغ من الكلورامفينيكول، والامبسيلين راح ياخذ 750 ملغ. فالامبسيلين راح اعطيه شنو 750 ملغ كل 6 ساعات، كل 6 ساعات راح ياخذ شقد 750 ملغ. اند كو ترايموكسازول الكو ترايموكسازول راح ياخذ 2 تابلت 2 من التابلت او شنو او ياخذ اي في ايكوفالنت 12 اورلي يعني كل 12 ساعه تمام. ايش راح ياخذ؟ راح ياخذ 2 من التابلت او ياخذ اي في. Are losing their effect due to resistance in many areas. إنه ممكن هذا أكو بعضهن إنه ذن ال كم واحد لنا ثلاثة ذن ممكن إنه يفقدن الإفكت ماتين أو التأثير ماتين ببعض البلدان يعني يكون المقاومات إلهن مثل خصوصا بالهند وإنديا and south east Asia يعني جنوب شرق آسيا، يعني بالهند وجنوب شرق آسيا ذن ممكن يكون المقاومات ويفقدن الإفكت ماتين التأثير ماتين. And southeast is the fluoroquinolones are the drugs. The fluoroquinolones are the drugs especially in the are the drug of kayak example عليا الكايبروفلوكساسين اللي هو 500 ملغ الطيل كل. فشنو نعطيه؟ نعطيه الدرج اللي هو كيبروفلوكساسين هذا الكايك 500 ملغ كل 12 ساعة. If the organism is susceptible يعني إذا إذا الأورغانيسم أو إذا الكائن الحي يكون عنده حساسية، أنا شنو راح أعطيه؟ راح أعطيه سايبرو فلوكساسين 500 ملغ كل 12 ساعة. وقل لك هماتين هذا الشيء يعني همات هذا سايبرو فلوكساسين ممكن يكون مقاوم بعض البلدان، يعني أكو بعض شو يسمونه يكونون يقاومونه.
40% من هذه الحالات بالولايات المتحدة راح تكون مقاومة لهذا السايبروفلوكساسين، يعني هو صحيح يطل الأورغانيسم اللي تكون سسبكتبل يعني مقاومة للحساسية أو الكائنات الحية تكون عندهم حساسية، فبس بنفس الوقت إنه هذا شنو هم إنه يقدرون يقاوموا، بعض البلدان يقاوموا مثل الهند ومثل subcontinent، يعني 40% من حالات الولايات المتحدة راح يكونوا يقاوموا. تمام extended spectrum ما أعتقد مهم، ما أعرف شنو يعني extended spectrum spectrum اللي هو cephalosporins، هذا cephalosporins اللي هو مثل cefaroxone and cefotaxime are useful alternative but have slightly increased treatment failure rate. يبو هماتين قال لك انه هذا يستخدمه، هذا اكثر شيء يكون useful مفيد alternative، وهماتين هذا ممكن شنو بي يعني قليل انه زيادة بفشل العلاج انه ما راح يعالج لك، هماتين بي قابلية انه يفشل العلاج مالته. ما طلعت هاي، هذا من هو اللي يفشل علاجه، هذا السيز سيفتريكسون وسيفوتاكسيم. السيفتريكسون والسيفوتاكسيم ذا شنو ذا اني يكون يوزف المفيدات الالترناتيف، بس يعني بعض الاحيان ما تكون شويه بهن نسبه انه ما يسوي لك علاج، يعني يفشل العلاج مالتهن. الازيثروميسين هذا 500 ملغ وان دايلي، هذا راح يعطيه 500 ملغ كل يوم مو اكثر من هيجي، از الترناتيف وير هذا يكون يعني يفيد لك لما الفلورا كونيولون ريسيستنت از بريزنت، يعني لما تكون عندك مقاومه للفلورا كونيولون راح تستخدم الازيثروميسين از بريزنت بات هاز نو نوت بين فاليديتد ان سيفير ديزيز، يعني هم ما راح انه بالسيفير ديزيز ذا مرض كان حاد وهذه هم مو ذاك القد. وهذا العلاج انه يستمر لك 14 يوم، تمام تريتمنت should be continued for 14 days، بريكسيا may persist to up to 5 days after the start of CBT therapy. انت لازم تقول للبيشنت تقول له انه انت صحيح راح نعطيك العلاج، بس ترى هذا العلاج همتين انه راح ترتفع وياك او راح ترتفع ويا درجه الحراره، راح تقريبا تبقى مرتفعه لمده 5 ايام يعني، فعادي يعني هي ويا العلاج تصير، يعني لازم هو يكون يدرب هذا الشيء انه مو يعرف اذا شاف حراره يقول لك يا هذا الدواء يعني مدى يعالج ما بيفاده ويذبه. تمام فايفن وذ افكتيف كيموثيرابي ذير از ستيل ا دانجر، يعني حتى لما تعطي هذا الكيموثيرابي الفعالات يبقى دانجر خطر اوف كومبليكيشنز، يعني يبقى انه ممكن يعطيك مضاعفات خطره حتى اذا اعطيته افكتيف كيموثيرابي. ريكوردنسز اوف ذا ديزيز اند ذا ديفلوبمنت اوف كارير ستيت، هو ممكن انه شنو انه يبقى لك المرض ويصيح لك يسوي كارير ستيت، يعني يكون حامل الإنسان ويصيبه، يعني حتى بعد العلاج إنه يقدر إنه يبقى الإنسان حامل لك هذه السالمونيلا وهذا التيفويد يقدر ينقل الإنسان ثاني. فكرونيك كاريرز آر تريتد فور 4 weeks with سيبروفلوكساسين وكوليسيستوكتومي maybe necessary، ممكن إنه هذول الناس اللي عندهم كرونيك كاريرز إحنا قلنا إنه هو راح يصير وين بالمرارة. تمام بالقلب بدر فمدة 4 أسابيع راح أعطي كيبروفلاكساسين إنه بلكي الكيبروفلاكساسين إنه يقدرون يتخلصون من هذا الكرونيك، ما قدروا أو يستخدموا له شنو كوليسيستوكتومي اللي هو شنو اللي يزيلون زالة للقلب بدر. تمام يسوي لها جراحة ويزيلوها يخلصونها من عندها، يعني هي راح تبقى حاملة إله، فش يسوي لها يزيلوها حتى أحسن من ما يروح يصيب أهله. فبريفنتيشن مالتها ويها شنو هذا البرزنتيشن عليكم، يعني اذا لقيت في الاستاذ هي عادي ما يراد لها شيء، هي كم سطر سطرين ف انا ما لقيتها دورت عليها ماكو. ها هي كملت المحاضره التيفويد، شكرا لكم مع السلامه.